مرحبا ويسعد أوقاتكم. هذا الجزء الثاني من طريقة كيف نحشي الشوكولاتة بالعصير أو الشراب السائل، وهي الطريقة تشبه إلى حد كبير الجزء الأول اللي شرحت فيه كيف نحشي الشوكولاتة بالقهوة السائلة والمكسرات. الآن رح أشرح عن طريقة حشوة الشوكولاتة بالشراب أو العصير، وخلينا نبدأ سوا بالمقادير. سأستخدم الأكريليك مولد على شكل فراشات، بنطفه وبلمعه منيح، ورح أحتاج إلى ربع ملعقة صغيرة من الجيلاتين، ورح أحتاج إلى شراب أو عصير، يعني أي نوع بتحبوه. أنا رح أستخدم هون عصير التفاح، وكمان رح أحتاج إلى فواكه مجففة، طبعا هذه اختيار الفواكه المجففة، وراح أحتاج إلى السكر المتحول أو السكر المعكوس أو الجلوكوز. والآن أبدأ بتنظيف الأكريليك مول بواسطة فوطة أو قطعة قطنية جافة، وأبدأ بتحضير الحشوة. سأضع ربع ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع معلقة طعام كبيرة من الماء الساخن، وأحركه جيدا حتى يذوب الجيلاتين تماما، يعني ما يضل ولا إشي من الجيلاتين مش دايب. بعدين بحط فوقي معلقة طعام كبيرة من الجلوكوز أو السكر المعكوس الانفيرت شوجر، وأحركه جيدا حتى أتأكد إنه السكر المتحول أو المعكوس داب تماما بالماء، يعني بدي أطول بالي شوي حتى أتأكد إنه داب القطر أو السكر المعكوس زي ما شايفين عندي بالفيديو. بعد ما يدوب تماما تمتزج المواد جيدا، باخذ نص كوب من الشراب أو العصير اللي أنا بدي أستعمله، ويكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكون ساخن وما يكون كمان بارد، وبسكبه فوق السكر والجيلاتين وبحرك جيدا وبحطه على جنب حتى أبدأ الآن بتجهيز الشوكولات شيل أو القشرة باستخدام. أنا رح أستعمل الميلك تيمبرد ميلك شوكولات، أو ممكن نستعمل السيمي سويت شوكولات، بس أنا هون رح أستعمل الميلك شوكولات لأنها بتلبق مع عصير التفاح أكتر. وأبدأ بعمل القشرة زي ما صرتوا تعرفوا، يعني بعبي الفجوات وبهز المولد وبطرقه منيح حتى تخرج الفقاعات، وبعدين بفرغه من الشوكولاتة، بقلب المولد بفرغه من الشوكولاتة الزائدة، وبحاول أنظف المولد كتير منيح، بدخله على الثلاجة من 5 إلى 10 دقائق حتى تنشف القشرة أو الشل. وبعدين ببدأ بوضع حبيبات الفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة، يعني هذا بيرجع لكل حدا شو بحب يحط. بعبيهم كلهم، وبعدين بواسطة معلقة صغيرة بسكب مزيج الشراب بكل فجوة. لاحظوا أنا آخر 3 فجوات تركتهم بدون فواكه، يعني رح يضلوا سادة. وانتبهوا كتير منيح إنه ما تخلوا العصير يوصل للحافة تبعت الفجوة. ليه؟ لأنه أنا بدي أحطه بالفريزر، وبالفريزر شوي رح يزيد حجم السائل وبيبطل في مجال إنه نسكرها بالشوكولاتة. الآن بعد ما خلصت سكب العصير بالفجوات بحطها بالتلاجة بالفريزر بالفريزر حوالي ساعة كاملة، أو حتى تجمد السائل اللي أنا حطيته بالفجوات يجمد تماماً. وبعد مرور الوقت الكافي حتى تجمد، لاحظوا زي ما انتم شايفين بالفيديو، الآن رح أغطي كل فجوة من الفجوات بالشوكولاتة باستخدام القمع، أو ممكن أستخدم البايبينج باكس أو كيس الكريمة، وبحاول يكون الشغل على نظافة، وبهز القالب كل ما أحط فجوة أعبيها برضو بهز القالب، وبرجعه للتلاجة ساعة كاملة.
بعدين بعد مرور الوقت الكافي يعني بعد ساعة كاملة بطلعه من التلاجة وبقلب المولد. شوفوا كيف الشوكولاتة طلعت من المولد بمنتهى السهولة، وشوفوا الحبات ولمعتهم قديش حلوة، شكلهم كتير جميل. ولما أفتح الحبة شوفوا شكلها من الداخل مع الفواكه مع أوسادة، كتير كتير طعمها طيب. هلأ في ملاحظة، إذا بدكم الشراب يكون سائل أكثر خففوا نسبة الجيلاتين، يعني حطوا 8 معلقة صغيرة من الجيلاتين، لكن أنا بفضل إنه يكون الشراب متماسك حتى يسهل أكلها، لأنه إذا كانت سائلة أكثر رح تسبب فوضى عند أكلها. هيك بيكون خلص هذا الفيديو، أرجو أنكم استمتعتوا واستفدتوا كتير من هذا الفيديو، وتذكروا تعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع المهتمين إذا عجبكم وكان مفيد، وأنتظر أسئلتكم وتعليقاتكم على هذا الفيديو. أما حتى تتعرفوا على المزيد والمزيد من أسعار الشوكولاتة وتصنيعها وتلوينها وطباعتها وحشوتها وكل شيء بيتعلق بالشوكولاتة، تفضلوا بالانضمام لدورتنا المتخصصة بالشوكولاتة عبر الويب سايت echocolatier.com، والرابط رح تلاقوه بصندوق الوصف، وستجدون أيضا طرق التواصل معنا وروابط حساباتنا بصندوق الوصف. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.